مرة الجلسة ديال ولد الشينوية الملقب ولد الشينوية. النقطة الأولى اللي غنسولك عليها وهو أنه يتشبت بحقه في الدفاع ويقول في وسط الجلسة أن ما كاين حتى شي محامي بغى ينوب عليه. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه النقطة التي أثارت انتباهي أنا أولا هو أنك تسولني على مثل هذه الأسئلة، لأنه وأكرر السيد النقيب هو الوحيد المسؤول عن هذه المسألة. لماذا؟ أنه سبق وتار واحد الفيديو كيقولوا على أساس أنه كيسب المحامي أو غير ذلك. إحنا ما عندناش علاقة بهذا الموضوع بتاتا، لأن السيد النقيب هو من سيقرر في هذه المسألة من الإنابة ديالو النوبو عليه من عدمها أو من أزالته من عدمها. لذلك هذا السؤال واحد جاوبنا عليه. جوج غادي نعطيكم واحد التصريح بخصوص ما وقع اليوم، لا أقل ولا أكثر. ما وقع اليوم هو تأخير الملف، أنه جاءوا المطالبين بالحق المدني اللي هما مشتكين، وجاء كذلك ولد الشينوية بين قوسين. ولد الشينوية مازال يتشبث في حقه في الدفاع، وهذا حقه، وأكد على هذا حق دستوري كوني في حقه في الدفاع. وأكد على مسألة ثانية هو أن ولد الشينوية خد أجل، راه خد أجل من عند السيد الرئيس، خد أجل ومنحوا أجل ثاني، هذا أجل ثاني، بمعنى أن المحكمة الموقرة تسهروا على حقوق المتقاضين ولو أنه متهم، أن المتهم بريء حتى تثبت إدارته. مزيان. جوج اللي أؤكد عليه هو أن الملف تأخر الجلسة ديال الجمعة. لماذا؟ من منظورنا نحن كمطالبين بالحق المدني، نحن كنوبوا على المطالب بالحق المدني، خصنا نوضعوا واحد المذكرة فيها التعويض فيها الضرر. خدينا أجل، وبالتالي تا هو خدا أجل للدفاع ولتعيين محامي. ولا أخفيكم علما أن عائلته راه عندها محامي، وبالتالي المحامي ما عندوش موقف لحد الساعة. واش فهمتي؟ ما عندوش موقف لحد الساعة. كنتسنى في السيد الناقيب إلا قال لنا ما نوبوش، إلا قال لنا نوبو، نحن جميعا تحت لواء السيد الناقيب. رغم أن هذه قضية استثنائية أستاذ، هذه ليست قضية استثنائية أبدا، لأن الهيئة المحترمة ديالنا، الهيئة ديال الدار البيضاء، إذا ما أرادت أن تأخذ موقفا منه غتمارسها بالطرق ديالها. عندنا باش نمارسوا الطرق ديالنا، والهيئة تترفع دائما. حنا كنوبوا انه سب وشتم المحامين وصفكم بانه بطبيعة الحال حنا جزء لا يتجزأ، قلتها وكنكررها، من المحامون العرب كاملين، لا المحامون ديال الامارات، لا المحامون ديال قطر، لا المحامون ديال مصر، هادو خوتنا. ونحن جزء لا يتجزأ، تجمعنا هذه البدلة، هذه البدلة التي فيها السواد وفيها البياض. ما هذا البياض؟ البياض هو الذي يدل على الحق، هو الذي يدل على تلك الشمس الساطعة وسط هذا الظلام. وبالتالي من حقه يتنصب له دفاع، ومن حقه. وراه للإشارة راه كاين الأستاذة المحامية الزميلة المحترمة كتنوب من هيئة الجديدة، كتنوب في هذا الملف هذا على العائلة ديالو. ومن جهة أخرى أنا ضده، وكنقول لك بأن عنده حق كمتهم، هذا هو اللي كاين. لذلك انا غادي نختم معكم وغنقول لكم انا بالنسبه للنيابه ديالي، انا كننوب على السيد حسكة ايوب والزوجه ديالو هدى، مطالبين بالحق المدني. تمام، هادو مطالبين بالحق المدني، سبق انهم كانوا في واحد النزاع معاه، وحنا اليوم جينا الشكايه استاذ، لا ما نقدر نفيدك في حتى شي حاجه، لان الملف لحد الساعه باقي ما توصلش به الاولى. والثانيه هو انه لا زال في ذمه القضاء، ومن اللي كيكون الملف ذمه القضاء، قضاء فوق راسنا. نعم. نحترمه. رايكم في هذا الملف؟ راينا في هذا الملف كباقي الملفات، ننتظر ما يقوله القضاء. والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للاستاذ الشينوية، نوع المتابعه اللي تابعته بها النيابه العامه؟ نوع المتابعه هي متابعه فيها البث والادعاء ومجموعه ديال المتابعات، ما غنقولوش متابعه واحده. لهذا غادي تنتمكن من الملف ونقدر ندير معكم شي تصريح ونعطيكم المتابعه ديالي. غادي السؤال الاخير.